هذه الاختلافات ممكن يجي واحد يقول لا زي الفنون الاخرى او البرامج الاخرى. يعني على سبيل المثال الله عليه وسلم او سيدنا عمرو بن العاص حاجه موجوده الفطره موجوده بس حاجه موجوده بالفطره يعني فيك سمات او صفات مختلفه في التجربه عمر ان التعلم بالفن او مهاره اختلفوا فيها الفن في كان مهاره اذا كان فن بالنسبه للفن هو اللي خايف الفطره يعني من فطرته من يوم يوم عند ففي اللي قال فن فن زي ما ذكرت انت تو من كذا هذه امثله حيه شكرا استاذ يغيروا لها المدير من المدرجه والمدير ما هي القيادة؟ القيادة شنو هي القيادة؟ هل هي السيطرة؟ هل هي التجمع؟ هل هي كأفراد أو ككذا؟ فاهم معي أنت؟ فقبل بقول القدرة على تحريك الناس إن اللي يكتسب اكتساب مستحيل يوصل لمهارة اللي يكون قائد بالفطرة. اكتساب مش زي المحاجة البخيلة. التعلم فن أو مهارة؟ طبعا اليوم كانت محاضرة تعريفية تمهيدية لدورة القيادة الإدارية التي ستقام يوم الأحد القادم بإذن الله. طبعا احتضنها مركز النبراس. طبعا كانت دورة تعريفية للقيادة الإدارية، مفهوم القيادة الإدارية، من هو القائد أو الفرق بين القائد والمدير. طبعا هذه الدورة يعني تعريفية طبعا احنا الفترة الأخيرة يعني نشاهد من خلال الإدارات اللي في ليبيا، يعني نشاهد في معاملات ضعيفة أو رداءة في التعاملات. طبعا من خلال الدورة هذه يعني نعد كوادر شابة أو كوادر قيادية عندها القدرة أن هي تغير وضع عندها القدرة أن هي تغير الوضع اللي تتجه به القيادات من خلال تغيير سياسات الإدارات هذه، بحيث أن هي تطور من القدرة الإنتاجية سواء كانت للموظفين أو للمواطنين. اليوم كان لي الشرف حضور الدورة اللي هي محاضرة بعنوان القيادة الإدارية، والحقيقة المدرب حاتم استفادت منها أن كيف تكون قيادي ناجح، كيف التعامل مع الإدارة والموظفين، استفادت أن كيف تكون متميز من خلال القيادة، كيف تضبط أعصابك، وكيف تكون قيادي تدفع بالناس للأمام إن شاء الله. صح مدتها كانت بسيطة، لكن الحق استفدت حاجات في العمل لا تمشي، يعني نقولوا الحق نتمنى الحق استفدت منها، ونقدر كيف نتعامل مع الموظفين اللي معايا، ونتمنى تكثف الجهود للدورات زي هذه لجميع التخصصات حقيقة يعني محتاجينها في وقتنا هذا.